فكرة ما حطتنا هلأ مع الكلمة اللي بتلعب دور كبير بنجاح أي عمل، ومساحتنا اليوم عن كتابة وتأليف الأغنيات مع المؤلف فراس سعد الدين. يسعد صباحك فراس، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا صباح رمضان الخير كريم. نور، ورمضان كريم عليكم وعلى كل مشاهدينا. يسعد صباحك فراس. صباح خلينا خير. نحكي بالبداية، حضرتك ألفت أغاني عديدة لكثير من الفنانين ومنها أغاني وطنية. خلينا نحكي اليوم عن تأليف الأغاني بعصرنا اليوم، قديش هي فيها يمكن مسؤولية وصعوبة، بنفس الوقت بدك يمكن غنية تحمل رسالة ومعنى وتواكب العصر يعني. تماما. هلا هو بالنسبة لتأليف الأغاني بشكل عام، يعني هو مثل ما بيقولوا موهبة من عند ربنا، بس لازم تكون موجهة وتخدم شيء معين يعني. يعني ما لازم الإنسان إذا تعب عليها يعني بتتطور وبتنمو وبتكبر يعني، اما اذا خلاها مثل ما هي فاكيد يعني موهبته رح تضل مدفونه يعني. فلازم تكون موجهه ولازم تكون هادفه ولازم يكون في من وراها هدف معين. نعم فراس، يمكن لكل حدا له شيء بخصه بيكتبه، كل حدا يمكن له عنده مشاعر يمكن بيفجرها من خلال الكتابات. خلينا نحكي يمكن شو ستايل فراس، او فراس شو اكثر شيء محبب لقلبه بيكتبه او بيقوله؟ هلا بالنسبه لي انا بكتب كل شيء، الاذاعي، الطربي، الخليجي، الوطني، اللبناني، يعني كل ما يعني ما لازم الشاعر او الكاتب يتقيد بنمط معين او بشيء محدد، لا لازم يكون شامل لحتى يعني ينتشر على صعيد اكثر. اما بالنسبه للاغاني اللي بتلامسني انا هي الاغاني الوجدانيه اللي بتكون هيك فيها شويه روحانيه، يعني انه يعني اغاني الموضه اكيد بنكتبها بس نكتب شيء ثقيل يعني. نعم. طيب خلينا نحكي عن مشاركتك بمجموعة من الأغاني الوطنية، ألفت عدد من الأغاني الوطنية لعدد من الفنانين، كمان يمكن في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها الأغنية الوطنية برزت بشكل كتير كبير، فيها مسؤولية، فيها كمان توثيق لحالة معينة عم نعيشها. هلا بالنسبة للأغاني الوطنية كان لي كتير يعني مجموعة من الأغاني الوطنية والحمد لله اللي انتشرت على الصعيد الوطني يعني، ومنهم سوا نبنيها سوا نحميها، غناء آرام، توزيع المايسترو علي حسون، طبعا وصوله ماهر العلي. هي بتقول سوا نبنيها سوا نحميها سوا رايتها من عليا، لو سألوني أنا شو ديني رح أقول لهم ديني سوريا، سوريا ديني ومعبودي، أرضي هي أرض جدودي، عيوني على الظلم بارودي ونظراتي رصاص بتحميها. حلو. كان لي كمان تجربة تانية بأغنية اسمها دم الشهيد، فهي الأغنية نحن يعني مثل تكريم للشهيد، فمنقول مثلا يلي أنا ضحيت بالروح تدسون العرض، درب الشهادة مشيت من دمك سقيت الأرض، ضحيت ما فرقت معك ولا قوة قدرت تمنعك، جيناك حتى نودعك ونكفي مشوارك. طبعا واكيد في عندنا كان كثير من الشهداء اللي هم راحوا بمقتبل العمر او بسهره عمرهم، فبنقول لهم فيك العزم مالان، ما تهاب غدرات الزمن، مثلك ما في انسان يدفع زهر عمره ثمن. لما الانسان بيستشهد طبعا الارض هي اللي بتطالب بالجسد والسماء هي اللي بتطالب بالروح، فنحن كيف الارض بدها تطالب بالجسد؟ فبنقول له تراب الوطن بردان مشتاق بده تغمره، ينده على الجسمان تيغل فيه عطره، غيوم السما تبكيك وتهل من عين الدمع، تصرخ عم تناديك يسود لونه من الوجع. بالاخر لازم نعاهد الشهداء انه ما ننساهم لانه هن ضحوا بدمهم كرمالنا، فبنقول لهم يشهد اله الكون دينه علينا بينكتب، من ننسى ما منخون دم الشهيد اللي انسكب. خلينا نشوف سوا لكن يا فراس دم الشهيد وسوا من ابنية، خلينا نشوفه. طيب. سوا نحمية سوا نبنية سوا رايتها نعلية، سوا نحمية سوا نبنية سوا رايتها. شو ديني رح قلن ديني سوريا، لو سألوني أنا شو ديني رح قلن ديني سوريا، سوريا دين ومعبود.
كلام كتير جميل ومعبر يمكن وبيلامس الروح. خلينا ثانية إلك مع الفنان وليد توفيق، إلى يمكن خصوصية عند حضرتك لهي المشاركة مع فنان عربي كبير مثل وليد توفيق. طبعا يعني كل إنسان بيتعب أكيد بده يلاقي نتيجة تعبه طبعا، وشرف كبير لي كان إنه قدرت أدخل أرشيف فنان كبير مثل هذا ونجم عربي مثل وليد توفيق، يعني متعامل مع ناس كبار ومتعامل مع أهم الشعراء وأهم الملحنين، فإنه يختار حدا مثل فراس سعد الدين فأكيد هذا شرف لي، وأكيد هذا بيضيف لمسيرتي الفنية، يعني أنه أنا قدرت أدخل أرشيف إنسان عظيم مثل هذا. طبعا الأغنية هي اسمها ما بدي حبك، وهي يمكن كانت من اللون الجديد على الأستاذ وليد، كونه هو كتير بيغني العاطفي، بيغني الرومانس، بيغني بس هاي الأغنية كانت يعني جريئة شوي، فبتقول إذا روحي بتتعلق فيك ما بدي روحي كلها، وإذا قلبي نقاك شريك بقطع شريانه والله، ما عاد بدي حبك أنت وما عاد بدي إياك وما عاد بدي كفي عمري الباقي استناك، كيف بتطلب مني حبك وأنت عني بتتخلى، ما بقبل على حالي يكون خاتم ولعب بيدك، تحب علي وقلبي تخون وترجع لي وقت اللي بدك، ما عاد بدي حبك أنت وما عاد بدي إياك وما عاد بدي كفي عمري الباقي استناك، كيف بتطلب مني حبك وانت عني بتتخلى. كلها حكي من وراء قلبه. فراس يمكن كمان عندك تحضيرات جديدة بتخص مدينة حلب، خلينا نحكي عنها أكثر. هلأ بالنسبة لمدينة حلب، يعني قلعة صمود وقلعة حلب، فهي عاشت بمرحلتين، مرحلة مرقت فيها بأزمة والحمد لله هلأ عم تعيش انتصار حلب، فنحن استغلنا شيء هيك للمرحلتين. بالمرحلة الأولى لما كانت عم تعيش دور الأزمة وهيك، فقلنا لها دمعي ع حلب مسكوب يبكي على الصاير فيها، بالغربة عندي محبوب روحي بإيد ومخليها، بالع موسي على الحدين حلب عين حبيبي عين، ومن دون عيون التنتين سنيني ما رح كفيها. أما هلأ بظل الانتصار فمنقول الله ونصرك يا حلب يلي بالدم انكتب، راسك يا سوري مرفوع وعزك عمره من غلب، يرحم شهدان الأبرار ويحرق كل ظالم بالنار، ما ننساكم شو ما صار انتو أغلى من الذهب، الله ونصرك يا حلب. شكرا ويسلم تمك. يسلم تمك وشكرا لك فراس سعد الدين مؤلف الأغاني سوري الشاب، نتمنى لك التوفيق أكيد بكل جديدك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم ورمضان كريم. رمضان كريم أكيد عليك.